السلام عليكم مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بمطبخ مخبوزات الشيف احمد. اليوم رح نقدم لكم وصفه شهيه جدا، اللي هي خبز البريتزل المشهور باوروبا. هذا الخبز طيب جدا، رح نغطسه بماء فيه كربونه لنحصل على قشره مميزه من الخارج، ورح نرش عليه الملح والسمسم والحبه السوداء. تابعوا معي هذه الوصفه طيبه كتير. أول شي بوعاء العجينة بدي أوضع الطحين، عجينة سهلة جدا. بدي أوضع فوقها الملح والزبدة الذائبة، وبدي أعجنهم قليلا مع بعض ليمتزجوا بشكل جيد. هلأ من بعد ما يمتزجوا بدي أوضع خميرة فورية، وبدي أوضع فوقها الحليب الفاتر. أكيد في أوضع الماء، بس انا اليوم بدي الخبز يكون طري شوي. وضعت الحليب، بدي اعجن هيدي العجينة لتمتزج جيدا. مثل ما شايفين كيف حتصير عندي طرية العجينة. هلأ بدي اوضعها واغطيها واتركها ترتاح لمدة تقريبا من 35 لـ40 دقيقة. بعد ما تقريبا دوبلت حجمها بدي قصها وشكلها بالشكل اللي بحب. هيدا الخبز فيه شكله بالشكل اللي انا بحب، فيه شكله رفيع، فيه شكله بشكل خبزة البرجر اللي حعملها هلا، فيه اعمل الاشكال اللي بحبها، وفيه اعملها مثل ستيكس ايضا. لذيذ كتير هيدا الخبز، بنصحكم تجربوه. مثل ما شايفين هلا رح شكل شكل تاني بهيدا الشكل. مثل ما شايفين ببرمها برمتين، والاطراف هلا رح تشوفوا اني بدي ادهنهم بالماء ليلتصقوا عندي قليلا، لانه بدي ارجع ابربهم على المادة التانية بهذا الشكل. بكبسهم شوي، هلا بدي اغطيهم واتركهم يرتاحوا 15 دقيقة فقط. وعندي على النار مي عم تغلي. هلأ هيدي المي بدي اوضع فوقها الكربونة اللي هي بيكربونات الصوديوم. الكربونة بتعطي قشرة مميزة من الخارج وطعم مميز ايضا. من بعد ما اطفي النار مباشرة بوضع هيدا الخبز بالماء 10 ثواني على كل ميلة. اول شي بتركه 10 ثواني بهذا الشكل، برجع بقلبه بهذا الشكل وبتركه 10 ثواني اخرى، ما لازم اكتر من هيك. عندي بيضة بدي احط مع القليل من الحليب السائل. لازم استعمل بيض لدهن هيدا الخبز لانه يعطيني لون جميل جدا. ما في استعمل زيت واحصل على هيدا اللون اللي حتشوفوه عندي هلا. هلا بدهن هيدا الخبز. ايضا في استعمل صفار البيض للحصول على لون غامق اكثر. هلا بدي جرح هيدا الخبز مثل ما بتشوفوا عندي. كمان في جرحها بالشكل اللي انا بحبه، بدها تكون سكينة او شفرة مخصصة للخبز او للمأكولات حادة جدا، وما بشد كتير على هيدا الخبز لا ما ينزل عندي. هلا انا بدي رشه بالسمسم والحبة السوداء والملح. في رشه فقط بالملح اللي هو اللي بيقولوا له فلور دو سال. هيدا الملح بيجي مثل الملح الخشن، ولكن طعمته لذيذ جدا. انا منه متوفر عندي، رح رشه بملح ناعم عادي. وبدي اخبزه بفرن محمى مسبقا لمدة 15 دقيقة على درجة حرارة 185 سلسيوس. مثل ما عم تشوفوا شكله جميل جدا هيدا الخبز، رائع شبيه بالكعك ولكن أطرى أكيد. بتمنى يكون نال إعجابكم. إن شاء الله يكون هيدا الخبز مشاهدينا عجبكم، وبنعتذر إنه عم تأخر عليكم بعض الوقت بسبب ضغط العمل، ولكن ان شاء الله رح نستمر بهيدي الوصفات الطيبه. اكيد بالنسبه لهذا الخبز الافضل مثل ما قلنا انه ندهنه بالبيض مش بشيء اخر ولا بالزيت، لانه بدنا نحصل على لون وقشره محمره وجميله. تابعونا والوصفه بالكامل اسفل الفيديو، والى اللقاء.